هل تابعت المفاوضات الأمريكية مع حركة طالبان الأفغانية التي جرت في قطر؟ لم أتابع مؤخراً. ليس لدي فكرة، ولكني قرأت القليل منه. لا أتابع الأخبار بدقة. نعم أتابع. نعم قرأت عنها، وأنا أنتظر الأخبار لمعرفة آخر المستجدات. ليس كثيراً، ولكنني سمعت بعض الأخبار هذا الصباح. هل تؤيد توقيع واشنطن اتفاقاً مع طالبان؟ إنه أمر معقد، أعني إذا كانت هذه الاتفاقية سوف تؤدي إلى السلام فإنه أمر جيد، وإذا كان العكس فإنه ليس أمراً جيداً. لا، لا أعلم. يعتمد على ما هو طبيعة الدور الذي ستلعبه الولايات المتحدة. أعتقد أنه يجب القضاء على العناصر الإرهابية. إذا كان هذا الانسحاب لأسباب أمنية فأنا أؤيده. هذا الانسحاب الذي سينشر السلام في المنطقة. إذا كان هدف هذا الاتفاق نشر السلام فأنا أؤيد توقيعه. هل تؤيد الانسحاب العسكري الأمريكي من أفغانستان؟ لا، ليس على الفور. يجب أن يسحبوا تدريجياً، لأن الانسحاب الفوري قد يخلق أزمة كالانهيار، وقد رأيت ذلك مسبقاً في عدد من بلدان الشرق الأوسط. جزئياً ليس من الأنسب سحب جميع الجنود مرة واحدة، لأننا نريد أن نضمن سلامتهم جميعاً قبل سحبهم. نعم، وأيد سحب أغلبية القوات، وأفضل بقاء القليل منها لمكافحة الإرهاب هناك. نعم، في الواقع أنا أؤيد كل اتفاق يؤدي إلى نشر السلام، ولكني لا أعرف تفاصيل هذا الاتفاق. أعتقد أنه يجب أن يكون هناك اتفاق مع الحكومة الأفغانية. الأمور في أفغانستان فوضوية بسبب الحروب على مدى السنوات الثلاثين الماضية.